يكفي أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإن أولى الناس به يوم القيامة أكثر الناس صلاة عليه، وأحق الناس بشفاعته أكثر الصلاة عليه، ويرد الملك عند قبره على كل مؤمن ومؤمنة تصلي عليه. أتدرون من البخيل؟ قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تعاقب الليل والنهار.